السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم حسن. طبعا ان شاء الله النهاردة فيديو، النهاردة هنعلمك ازاي ترسم العمود ده بالظبط وازاي تنفذه كله بالكامل. هنشرح كل حاجة بالتفاصيل وازاي بتجيبه بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا اول خطوة عندك لازم تقيس من السقف من تحت الجبسون بورد لحد السيراميك كام المسافة، من فوق خالص لحد السيراميك 2.73 متر. بدأت أوزع المقاسات بتاعتي. أنا عندي هنا أربع مربعات غطسين لجوه، ثلاث فواصل في النص وفاصل فوق وفاصل تحت، فأنا بدأت أقسم المقاسات بتاعتي. جبت الأول الوزرة اللي هتركب هنا على العمود، طبعا لازم تاخدها كده على العمود بتاعك وتبدأ تاخد عليها، إن إحنا أول رف هيبدأ من فوق السيراميك على طول. بعد كده أنا قسمت المسافات بتاعتي هنا كام، أخلي طول المربع أو المستطيل اللي أنا هعمله طوله 35 سم. هتروح جايز هنا 35 سنتي من العلامة اللي انت علمته ده. يبقى احنا اول خطوة زي ما قلنا قسنا دبنا الوزرة من الاول وعلمنا علامة تحت من الناحية دي، اعتبر بداية الرف اللي هيبدأ معايا اول واحد اللي هو الغاطس. بعد ما علمت العلامة بتاعي قست لفوق هنا كده 35 سنتي، ده مقاس المربعات بتاعتي. بعد كده اديب حتة شريحة زي كده بتاع جيبسون بورد عشان تعمل بيها تخانة، فالمفروض تنزل من العلام ده تخانه الجبسون بورد عشان لما تصفي يبقى مساوي الوزر على طول. هتروح بدأ تحت العلام كده وتروح واخد علام تاني عشان تاخد التخانه بتاعت الجبسون بورد اهو العلام من تحت. بعد كده ايه نفس الكلام برضو في العلام اللي هو 35، ال 35 دي المفروض صافي من وش الوزره لحد اخر مربع فوق، فانت هتروح دايب برضو حته الشريحه زي كده تخانه الجبسون بورد وهتحطها فوق العلام وتبدا تعلم علام عشان ده اللي هتشتغل عليه وتاسس عليه الحديد. حطينا طبعا الخيط بتاعنا والليزر على العلام اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو تحت الوزره عشان لما نركب المرايه يبقى ماشيه مع الوزره من فوق. بدانا زي كده ضربنا خيط العلام على الميزان الليزر. بعد كده طلعنا بالميزان بتاعنا العلامه 35 اهو، لكن احنا خدنا تخانه الجبسون بورد فوقيه، وبعد كده هنضرب برضو خيط على نفس الوزن. بعد كده هنرجع من العلامه اللي هو ال 35 هناخد برضو 35 تاني لفوق ونروح واخدين علامه زي كده. تحط الشريحه بتاعتك اللي هي التخانه وتروح واخد عليها علامه زي كده وتروح حاط عليها الميزان وتضرب خيط عشان تاخد الوزن. نبدأ ناخد برضو الوزنة بتاعتنا خاطر العلام زي كده. كده هنرجع برضو مش العلام اللي احنا ضربناه دلوقتي، لا هنرجع من ال 35 اللي هو العلام اللي تحتيه اللي هو الفينش، هناخد برضو 35 لفوق وتروح واخد علام زي كده. هتجيب التخانة بتاعتك برضو وتروح حاططها زي كده وتروح واخد علام 35 برضو سنتي لفوق وتاخد علام. هتاخد التخانة بتاعتك زي كده برضو وتروح واخد علام تاني. الخطوات اللي احنا عملناها تحت هنبدأ دلوقتي برضو هنضرب علام الخيط. يبقى احنا كده علمنا الارتفاع بتاع الارفف بتاعتنا وزعناهم وقسمناهم بالظبط. هنبدأ دلوقتي نقيس العرض بتاعنا كام، يعني عرض الرف هيبقى كام. انا عندي هنا الزاوية، فطبعا الزاوية هنا في محارة، في تخانة محارة ممكن 2 سم او 3 سم، فانا هجرب اشوف بالهبتي لحد الخرسانه فين عشان ابدا اعلم علام بتاعي عشان استفاد بس بقدر الامكان من عرض العمود عشان يبقى مستفيد بيه في الجبسون بورد. طبعا هنا المنسوب اللي احنا هنخش بيه من الزاويه عشان اقدر استفاد واعرف اصمت السطح بتاعي، احنا هنسيب 4 سم من الزاويه. يبقى انت كده تيجي هنا في الارتفاع هتاخد مثلا تحط المتر كده مع الزاويه وتاخد 4 سم لناحيه اليمين وتروح واخد علامه زي كده. هتنزل تحت من زاويه المحاره برضو وتروح واخد 4 سم. هتيجي برضو الناحيه اللي بتصلها من الناحيه دي هتروح واخد برضو 4 سم فوق و4 سم تحت. وهنبدا نوصل العلامين بخيط العلام لحد الاخر لحد الجبسون بورد زي ما عملنا من الحركه دي الناحيه دي من الجنب ده، هنعمله في جميع الاركان بتاعت العمود.
بعد ما خلصنا الخطان الافقي دلوقتي احنا حددنا المستطيلات بتاعتنا والمربعات حددناها برضو كلها بالكامل. هنبدا بقى نحدد البروز بتاعنا كام عشان نعلم تحت على السيراميك ونعلم فوق على الجبسون بورد. فاحنا هنبرز هنا طبعا 10 ونص. ليه 10 ونص؟ لان بعد التقفيل هنضيف سنتي ونص ثاني اللي هو التقفيل بتاعنا يدينا 12 سنتي اللي هو نعرف نفتح فيها سبوت ال 10 عشان يبقى فيه سنتي خلوص يمين وشمال. فاحنا طبعا جبنا شريحه زي كده 10 ونص وهنبدا نحطها نطبعها على العمود هنا على السيراميك وتبدا تاخد علامة زي كده من تحت. زي ما علمنا الجنب الكبير هنعلم الجنب الصغير، هتطبع شريحه كده على العمود وتبدا تاخد علامة. هنعلم برضه الناحيه الثانيه الجنب الصغير. بعد كده برضه اتعلم الجنب الكبير الناحيه الثانيه. زي ما علمنا تحت على 10 ونص برضه هنطبع دي من فوق كده ونعلم من الاربع جناب. بعد ما خلصنا تأسيس العمود كله بالكامل وخططناه فوق وتحت والعمدان كلها وحددنا المستطيلات بتاعتنا، هنبدأ دلوقتي نسمر السطح بتاعنا. طبعا احنا قلنا هناخد مربع ونسيب مربع سواء من الجنب الكبير او الصغير، يعني بدأنا هنا في الجنب الصغير بالمربع اللي تحت، هنسيب اللي فوقيه وناخد اللي بعديه، بعد كده الناحية التانية هنسيب اللي تحت وناخد اللي بعديه، وهكذا ونبدأ ايه نأسس الشغل بتاعنا.